وللمزيد حول تطورات المشهد في جنوب لبنان في ظل القصف الصهيوني على عدد من البلدات والقرى اللبنانية، ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أهلا بك سيد حسان. بداية، تبادل للقصف بين جيش الاحتلال وميليشيات حزب الله اللبناني، هل من آثار حقيقية على الأرض سجلت في الجانبين أم أن الأمر كما يراه البعض استعراضيا فقط؟ لا، يمكن القول ان هذا القصف هو استعراضي بالفعل، لان اسرائيل قصفت اماكن مفتوحه منذ يومين، واليوم حزب الله حتى في بيانه الذي اصدره، البيان الرسمي الذي اصدره، قال انه قد قصف اماكن مرشوفه. ولكن ما يجب ان نتوقف عنده بالفعل اليوم هو ما جرى في بلده شويه الجنوبيه التي هي في قضاء حصبيه، حيث اوقف المواطنون شاحنه او عباره عن اليه صغيره محمله براجم الصواريخ وصواريخ تحمل صواريخ من حزب الله وعناصر من حزب الله، وتم توقيفهم وتسليمهم للجيش اللبناني. ما جرى يؤكد ان معظم حالات القصف السابقه التي كانت تجري انما كان يقوم بها حزب الله، وكانت تنسب الى الفلسطينيين او الى مجموعات جهاديه مشهوره في المصير والمصدر وحتى الاسم، واصدار بيانات باسم مجموعات وهميه كان شيء للتعميه وليس حقيقه. اذا حزب الله هو المسؤول عن كافه عمليات اطلاق الصواريخ الحديثه والقديمه، وهذا يؤكد ان اختيار المناطق التي يطلق منها حزب الله صواريخه انما هي اماكن ذات اثريه سنيه او درزيه او مسيحيه، للدلاله على ان الفوضى هي موجوده في اماكن لا يهيمن عليها حزب الله، مع انه يهيمن على كافه المنطقه الحضوريه، ويريد ان يقول حزب الله انه هو ضمانه الاستقرار في جنوب لبنان سواء لاسرائيل ام للداخل اللبناني. ما جرى اليوم تشهد كثير مما كانت الناس لا تعرف عنه شيئا، أو تعرف ولكن لا تملك دليلا حقيقيا تقدمه للجميع. ما جرى اليوم خطير جدا لأنه يؤشر إلى مستقبل قد يتطور هذا الصراع، وقد يبدأ ببعض إطلاق الصواريخ وبعض ردات الفعل الإسرائيلية، ولكن قد ينتهي إلى حرب مفتوحة. نعم، سيد حسان، كيف تقرأ توقيت القصف المتبادل؟ دون إغفال أن حزب الله المأزوم داخليا هو من بدأه بحسب ما تقول الكثير من المعلومات. دائما يجب ان نربط، ولو لاحظتم خارج حزب الله عندما كان يقصف دائما يجب ان ننظر الى الواقع الايراني. عندما تكون ايران مأزومه تفتح جبهه الجنوب ولو بشكل جزئي او محدود. القصف الذي جرى منذ يومين كان عقب ما جرى في بحر عمان وفي الخليج العربي بين استهداف لباحرتين، احداها قصفت والاخرى خطفت، وبالتالي يجب الاشاره الى ان هناك جبهه اخرى مفتوحه وان هناك خطرا حقيقيا يستهدف الكيان الصهيوني، وان ايران هي التي تهدئ الادوات التي تمتلكها وهي حزب الله على الساحه اللبنانيه. نعم. اليوم ايضا القصف الذي جرى يسبق زياره رئيس الوزراء الاسرائيلي الى واشنطن والحديث بالامس الذي قال فيه اسرائيل انها مستعده لضرب ايران ولقصف ايران ولو كانت منفرده دون اي تعاون دولي معها، لذلك هذا القصف جاء ليقول ان اي استهداف لايران سوف تفسح كافه الجبهات، وبالتالي لن تستطيع اسرائيل ان ترصمد كثيرا، او ان المطلوب من الدول الغربيه الضغط على اسرائيل حتى تمتنع عن الرد. دائما ساحه لبنان هي ساحه اطلاق رسائل وساحه تظهير مواقف لا تخدم الساحه اللبنانيه، لا تخدم الشعب اللبناني، بل تخدم الاجنده والجدول الايراني الذي يسعى دائما للقول انه لاعب اقليمي اساسي لا يمكن مواجهته او التخلي عنه. نعم. سيد حسان، كيف ترى موقف الدولة اللبنانية متمثلة في الرئيس عون من هذا القصف في ظل دعوات لحصر السلاح بيد الدولة؟ الدولة اللبنانية بكامل أجهزتها هي الآن تحت هيمنة حزب الله. دائما كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية تفعل البحث عمن يطلق الصواريخ ولا تجده. فكيف الآن المواطنون العاديون استطاعوا ضبط هؤلاء المسلحين وهذه الصواريخ، ونشرت الصور ونشرت يعني كافة الفيديوهات التي توثق هذا الموضوع. والان حزب الله يسعى للخروج من هذه الازمه بانه يطلب من مؤيديه استصدار بيانات تأييد، فطلب من الامير طلال ارسلان الذي هو في حيث الممانعه لان قال بان من حق المقاومه استخدام كافه المناطق، خاصه وان هذه المنطقه تعتبر من المناطق الدرزيه المؤيده للامير طلال ارسلان. كذلك طلب من حزب القومي السوري الذي هو جزء من محور ايران في المنطقه ومتحالف مع النظام السوري ومع حزب الله، كذلك اصدر بيانا اكد فيه على جهوزيته للوقوف الى جانب حزب الله في الصراع. اذا ما يجري
يكشف ان هذا الفريق انما يسعى لاستخدام الساحه اللبنانيه ساحه. مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسن القطب، شكرا جزيلا لك.